كراميل ميكاتو بياخد سنجل اسبريسو في الميديم، بياخد بامب صوص كراميل، وبياخد بامب فليفر فانيليا زي ما حضراتكم شايفين. السكر لو مظبوط، وبياخد معلقتين بس انا هخف واحط معلقه كفايه. شغل الاسبريسو عندي، ننزل السنجل اسبريسو، ببدا اقوم اللبن. عايز لبن فوم كريمي لان التزيين بتاعه بيبقى الوش بتاعه فوم ابيض ومتزين بصوص الكراميل. مميزات مشروب الكراميل ميكاتو: مشروب غني بالاسبريسو مع صوص الكراميل مع فليفر الفانيليا وطعمه بيكون لذيذ ومختلف. ده صوص الكراميل طبعا مش موجود مونين في السوق، شغالين حاجه تانية. الكواليتي بتاعتها عاليه، فليفر فانيليا. ببدا افضي زي ما حضراتكم شايفين، بسيب سنتي في الكوبايه وبقلب الاوردر بتاعي كويس جدا عشان اخلط المكونات. بفصل اللبن عن الفوم وببدا حاسس ان اللبن هيبقى شويه، بزود سنه وببدا انزل زي ما حضراتكم شايفين بشكل دائري عشان اعمل وش كله فوم. التزيين بتاعي بصوص الكراميل، ببدا ازين اي رسمه او اي شكل مش هتفرق، المهم ان التزيين بتاعي بيبقى صوص كراميل. ابدا اعمل رسمه، طبعا العين بتاكل قبل البق، فالعنصر بتاع الخبره والشكل مهم جدا. تركاته حركاته وكده اكون عملت بحط كراميل ميكاتو. في منه مشروب ايس هنعمله المره الجايه ان شاء الله. ببدا اقدم المشروب بتاعي من ساو باولو. تحياتي محمد عفيفي، شكرا لكم.